بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات. لآيات لأولي الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك 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 فقنا عذاب النار يا رب يا رب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله عليك. تعليك يا سيدنا. الله أكبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تعليم الله سبحانه وتعالى.
تعليك يا سيدنا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الله أكبر. تعليق. تعليق. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم. رحلة الشتاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قد عشنا في حلقة تلاوة قرآنية مباركة تلاوة علينا الخالق السيد عبد الله سبحانه ونحن معكم على جملة مباشرة في ساعة.
ساحة المسجد.